للتعليق على هذا الموضوع معنا من موسكو أستاذ العلوم السياسية في جامعة موسكو الحكومية أندري مانويلا، مرحبا بك معنا في هذه النشرة من RT. ونرحب أيضا بضيفنا من نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي، مرحبا بك معي أيضا في هذه النشرة. لو نبدأ مع ضيفنا من موسكو سيد أندري مانويلا، كما نرى هناك الآن إصرار أوروبي على تسوية الأزمة الأوكرانية، تجلى في انتقال الرئيس الفرنسي وأيضا ميركل بنفسهما إلى موسكو والبحث في إيجاد حل سريع لهذه الأزمة. ما الذي تغير في أوروبا يدفعها الآن لضرورة إيجاد حل سريع وسلمي لهذه الأزمة؟ أعتقد أن الاتحاد الأوروبي وقادته خافوا بشدة من نية الولايات المتحدة بتوريد الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا، لأن الجميع يعلم وقادة الدول الأوروبية خاصة أن هذه الأسلحة بمجرد وصولها إلى أوكرانيا فإنها لن تبقى في أوكرانيا، وإلى أين ستتجه بعد ذلك؟ على الأغلب يمكن التوقع بأن سيتم أن هذه الأسلحة لن يتم إفنائها تماما في الحرب الأهلية الجارية في أوكرانيا. فرؤساء الدول الأوروبية يخشون من أن هذه الأسلحة ستصبح مجرد أوكرانيا مجرد نقطة لعبور هذه الأسلحة بعد ذلك إلى لندن وفرنسا، وستقع في أيدي القوى الهدامة التي تقوم ببناء والقيام بتنفيذ الأعمال الإرهابية كما حدث في شارلي إبدو في فرنسا. طيب أستاذ أحمد فتحي في نيويورك، يعني كما استمعت الموقف الأمريكي لا يتفق كثيرا مع المساعي الأوروبية لحل الأزمة سلميا، وهو ميال ربما إلى التسليح والتصعيد ضد موسكو، لماذا برأيك؟ ليس فقط الأمريكيين هم من وضعوا معالم إلى محاولة إلى إنهاء الصراع الواقع حاليا في أوكرانيا. ستاينماير وزير خارجية ألمانيا أعلن أنه لو فشلت جولة مينسك فإنه لن يكون أمام ألمانيا إلا أن تسلح الحكومة الأوكرانية، فهناك اتفاق بين القوى الدولية أو المعسكر الغربي. طيب يعني هل تعتقد أن يعني هذا سؤال جوهري، يعني هل تعتقد الولايات المتحدة أنها إذا سلحت أوكرانيا سوف تحسم المسألة عسكريا وينتهي الأمر؟ لا أتصور. نعم تفضل. يمكن وصول إلى حل عسكري نهائي لهذه الأزمة، ولكن هو سيحسن من قدرات الجيش الأوكراني والحكومة الأوكرانية حكومة الرئيس باراشينكو في مواجهة الحركات الانفصالية في الدنباس. الوحدة الإقليمية لأوكرانيا هو مبدأ لم ولن يتم الحيادة عنه من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. لكن أنت تعرف ليست الولايات المتحدة وحدها من يملك السلاح في هذا العالم، ويمكن لأسلحة أن تصل إلى منطقة النزاع من دول أخرى، لكن يعني هل التسليح هو الحل؟ بالفعل يا سيدي الفاضل، لكن المسلحون في جمهورية لوغانسك ودونيتسك. السؤال لماذا الاعتراض على الحل السلمي؟ لماذا الاعتراض على الحل السلمي؟ هذا هو جوهر السؤال. كما ذكرت أن تسليح الانفصاليين مستمر منذ البداية، ولديهم أسلحة صواريخ مضادة للطائرات، لديهم مدفعية ثقيلة، لديهم مدرعات ودبابات، فبالتالي أن تحسن قدرات الجيش الأوكراني الشرعي فهذا لا يتعارض مع قواعد القانون الدولي. ولكن هذا افتراضيا، هذا مجرد كلام إعلامي، هذا مجرد كلام للإعلام. الغرب يقول هذا الكلام كثيرا، لكنه حتى الآن لم يقدم أي إثباتات أو يعني دلائل مقنعة للعالم حول صحة ما يقوله من تسليح روسيا لهؤلاء المعارضين الأوكرانيين في الدنباس. دعنا نستمع إلى رأي أيضا إلى رأي ضيف من موسكو سيد أندري مانويلا. الآن كما تعلم هناك
اجتماع في مينسك تحضيرا للقمة التي سوف تعقد غدا، وذلك في حال ما إذا تم الاتفاق على النقاط التي سوف تعقد من أجلها هذه القمة. يعني حتى الآن ما زالت في الشك، لكن ما حظوظ انعقاد هذه القمة ونجاح حل سلمي لأزمة الدنباس في ظل ربما مجموعة من العراقيل على رأسها عدم رضا أمريكا عن صياغة حل سلمي يعيد ربما التوافق بين روسيا وأوروبا؟ أنا أربط آمالا كبيرا بلقاء الغد الذي سيعقد في صيغة النورماندي، لأن الحديث يدور حول مبادرة دولتين كبيرتين من الدول الأوروبية، وهذه المبادرة تولدت في وزارات الخارجية الأوروبية وعلى الأغلب لم تتولد تحت ضغط من واشنطن، وهذا قد يعني بحقيقة أن دول وقادة دول أوروبا المعاصرة يعون المخاطر التي تدفعهم واشنطن لها بتصعيد العقوبات ضد روسيا وبتصعيد الصراع في أوكرانيا. والزعماء الأوروبيون هنا يحاولون طرح السيناريو الخاص بهم الذي يختلف عن السيناريو الأمريكي الذي يسعى لقمع عسكري لروسيا، أي أن السيناريو الأوروبي قد يكون أكثر بناء بشكل أكبر. استمعت إلى هذا الرأي أستاذ أحمد فتحي، يعني هناك من يقول بأن الولايات المتحدة دكتور مانويل، وأنا سعيد بالحوار معه مرة أخرى في نفس الموضوع، ولكن أنا أحب أن أوضح أن التنسيق الأوروبي الأمريكي موجود منذ البداية. كانت أنجلا ميركل وفرانسوا أولاند موجودون في كييف وقت وجود جون كيري، المستشارة ميركل كانت موجودة في البيت الأبيض بالأمس لكن أنت تعلم جيدا أن الولايات المتحدة تستثمر في الخلافات الروسية الأوروبية لصالحها. الولايات المتحدة شريك للدول الاتحاد الأوروبي، وهذه الشراكة ليست بأمر جديد. أنت تعرف أن هناك شراكة وأن هناك تنافس وهناك تجسس حتى على هاتف ميركل، يعني هناك منافسة وهناك تجسس بين الشركاء. أنت تعرف أن العلاقة تحت الطاولة ليست على ما يرام بين الجانبين الأوروبي والأمريكي، ولكن في النهاية أنجلا ميركل كانت موجودة في البيت الأبيض، تم الاتفاق وتأكيد ما تم الاتفاق مع جون كيري في كييف، ولاحقا في خلال مؤتمر ميونخ الأمني الذي حضره جو بايدن نائب الرئيس أوباما. فيوجد على جميع المستويات يوجد اتصالات ويوجد تنسيق. ما يطرحه الأوروبيين لا يختلف عن ما طرحه الأمريكيين، لأنه في النهاية لو فشلت جولة مباحثات مينسك فهذا سيدفع الطرف الأوروبي إلى تسليح الحكومة الأوكرانية الجيش الأوكراني بالإضافة إلى تسليح الولايات المتحدة. حتى هذه اللحظة لم تسلح أمريكا أو الاتحاد الأوروبي الجيش الأوكراني، ولكن الانفصاليين في الدنباس يتم التسليح لهم بلا لكن سعي أمريكا لتسليح الجيش الأوكراني ألا يؤكد هذا بأنها طرف في الأزمة؟ وهنا أريد أن أنتقل بالسؤال أيضا إلى ضيفي في موسكو أستاذ أندري مانويلا، يعني هل تعتقد أن سعي أمريكا لتسليح الجيش الأوكراني يجعلها شريكا في الحرب الأوكرانية؟ بالطبع هذا هو ما يحدث، لأن الولايات المتحدة إذا ما قامت بتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا بشكل مباشر فهذا يعني انجرارها بشكل مباشر في هذا الصراع وستصبح شريكا به. والولايات المتحدة تبنت هذا القرار منذ فترة طويلة، وأنا لا أتفق هنا مع زميلي من واشنطن حول أن كل شيء يتوقف على صيغة اتفاقات مينسك والاتفاقات التي تتولد عنها. فعقود توريد الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا تم الاتفاق عليها، على الأغلب تم توقيعها، والولايات المتحدة فقط تسعى لتشريعها، وهي في السابق كانت تقوم بتوريد مختلف الأسلحة التي كانت تسقط بعد ذلك في أيدي قوات الدفاع الشعبي. أي أن ما تقوم به الولايات المتحدة هي حرب غير معلنة، ليس فقط ضد الدنباس ولكن أيضا ضد روسيا، وهذه هي سياسة الولايات المتحدة. أما فيما يتعلق بتنسيق المواقف بين الأوروبيين والولايات المتحدة وعدم
عدم التقائها، فأعتقد أن موقف أوروبا لا يلتقي مع موقف الولايات المتحدة كثيرا، ولكن أوروبا تقع تحت ضغط شديد من جانب الولايات المتحدة وليس لديها مساحة للتحرك وإطلاق مبادراتها الخاصة. ولكن عندما صرح كيري بأن الزعماء الأوروبيون يطلقون مبادرات تتفق تماما مع المواقف الأمريكية، ولكن كان يجب أن ننظر إلى وجهه وتعبير وجهه عندما قال بهذه الجمل حتى نعرف أن الواقع يخالف ذلك. طيب أستاذ أحمد فتحي، سمعت إلى هذا الكلام، هل لك أن ترد؟ الولايات المتحدة لم تقم بتوريد أسلحة إلى الجيش الأوكراني، ما تم توريده هو مهمات ومعدات غير قاتلة، بمعنى أنه عندما يمدهم بمحطات رادار هذه لا تعتبر سلاح لا هجومي، ولكن تساعد في تحسين قدرات الدفاع الأوكرانية. عندما يمدهم بأجهزة اتصال هذه ليست أسلحة، ولكن السلاح الثقيل وما فوق الثقيل هذا ما سوف يفتح الباب على مصراعيه إلى تفاقم الصراع في أوكرانيا وفي أوروبا كلها. الأوروبيون والأمريكيون لا يريدون تصعيد الصراع، ولكن استمرار دعم الاتصاليين لكن هل طيب، لكن هل صحيح أن الولايات المتحدة تسعى إلى عرقلة حل هذه الأزمة سلميا وتسعى لإبقائها كشوكة في العلاقات بين روسيا وأوروبا؟ الأمريكيون لا يريدون للأوروبيين والروس أن يتصالحوا من جديد ويتفقوا اقتصاديا. هذا لا, 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 لا أجد له من الواقع ما يؤيده عزيزي الفاضل، لأن التعاون الروسي الأمريكي كان في مصلحة الطرفين، التعاون الروسي الأوروبي الأمريكي أيضا في مصلحة جميع الأطراف. أمريكا لن تستطيع أن تملأ الفراغ الروسي في مصادر الطاقة لأسباب اقتصادية وأسباب لوجستية في آن واحد، ولكن روسيا كانت شريك مع الولايات المتحدة والدول الغربية في ضمن مجموعة الثمانية. نحن في مرحلة اقتصادية صعبة للغاية، وأوروبا تعاني اقتصاديا، ولن نزيد الطين بلة. يوجد صراع لن يستفيد منه أي من الأطراف المتنازعة، ولكنه خسارة على الجميع. نريد أن نخرج بفلسفة جديدة، وهي أن الجميع يستطيع أن يكونوا غالبين أو منتصرين، وين وين سيناريو. هذا السيناريو الذي مقترح يجب أن يتم احترام السيادة الإقليمية أو الوحدة الإقليمية لأوكرانيا على أراضيها، يجب أن يتم وقف الدعم والتسليح للإنفصاليين في الدونباس، لكن إلى أي مدى الرقاء الأوكرانيين داخليا ويحاولوا أن يصلوا إلى اتفاق مستديم يكون برعاية أوروبية أمريكية روسية. لا يوجد مشاكل في هذا. سؤال أخير أستاذ أندري مانويلا في موسكو. أستاذ أحمد فتحي أستسمحك عذرا سوف أعود لك، لكن سؤال الوقت ليس لدي كثيرا، يعني سؤال أخير لضيفي أندري مانويلا في موسكو، يعني الاجتماعات التي تجري الآن في مينسك ما هي حظوظها في النجاح وحل الأزمة الأوكرانية سلميا، أم أنها سوف تصطدم مرة أخرى بجدار المعارضات والعراقيل الأمريكية؟ أعتقد أن الأمريكيون سيقومون بمواجهة المبادرات التي ستصدر في صيغة مينسك، على الرغم من أن هذه الصيغة هي جاءت بمبادرة الأوروبيين، أي أن هذه العملية التي لا تشارك فيها الولايات المتحدة، والأمريكيون يسعون لدفع الأوروبيين وغيرهم من المشاركين في عملية التسوية الأوكرانية ليتبعوا النموذج والسياسة والسيناريو التي رسمته الولايات المتحدة لأوكرانيا. صيغة مينسك هي فرصة جيدة جدا للتخلص من الضغوط الأمريكية الذي تسعى لفرضها على كل العالم الحر، وأنا أعتقد أن لقاء مينسك سيأتي بنتائج إيجابية. طيب أستاذ أحمد فتحي أيضا سؤال أخير، ألا ترى هذا ممكن كان اتفاق مينسك الأول كان يأتي بنتائج إيجابية؟ طيب لكن ألا ترى أيضا أن تأجيل العقوبات اتفاق جنيف لم يتم احترامه، اتفاق مينسك الأول لم يتم احترامه، فعلى هذا الأساس أنا لست متفائلا حتى بأنه حتى لو تم التوصل إلى اتفاق نظريا أن يتم احترامه على الأرض.
لكن ألا ترى أن تأجيل العقوبات الأوروبية التي كان يفترض أن تفرض على روسيا ربما هو مؤشر أيضا على الخلافات الأمريكية الأوروبية في هذا الشأن؟ بالعكس، هو قرار عملي جدا براغماتي، انه لن نستطيع ان نجلس نتفاوض وانا الوح لك بالعقوبات، فيمكن ان نطرح ملف العقوبات جانبا الى ان ننتهي من هذه الجوله. اذا فشلت فالعقوبات موجوده، ولكن هي ليست مؤشر على وجود اي شرخ في العلاقات الاوروبيه الامريكيه. أشكرك جزيل الشكر من نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي، وأشكر أيضا ضيفي من موسكو أستاذ العلوم السياسية في جامعة موسكو الحكومية أندري مانويلا. شكرا جزيلا لكما على المشاركة معي في هذا الحوار من RT.